صباح النور، صباح الخير، صباح الورد والياسمين. كي صبحتو صباح لبس عليكم عاوتاني درت الحنيكات. جيت باش نذكركم بالاي في بيرز. جبتها باسكو اولا لا باسكو شوف وقت مقتله معاها حتى جبدها. فوالا الوغ الاي في بيرز ما تنساوش، خاصكم ضروري تاخذوا دو فوا باغ جور. اوكي ميرسي. اي ما تنساوش عندكم كود برومو غلامز ف لو سيت ديالهم، عندكم لو باك اللي حطيتكم البارح 3 بوتي بحال ما هادو 600 درهم ليفريزون غراتوي في المغرب، ليفريزون بارتو في العالم. عندهم دي زوتر برودوي في لاباج ديالهم تقدروا تستغلوا نو كود برومو غلامو. شركه المانيا مع من كانت تعمل. هادشي نقدر نقول لكم. يعني انا البنات انا ما بقيتش عرفت واش لا ريزين ولا الجل اللي واعر، باسكو انا شاك اندرو كنجي ليه في هاد الاسبان كنلقاهم كيديروا هاد لا ريزين ديال الويل. لا ريزين انا دوبي 2012 ما بقيتش كندير لا ريزين، كندير الجل. عطوني الاراء ديالكم، واش انا اللي غلطه ولا هما اللي غلطين ولا معاك باسكو لي سونتر واش السونتر كيفاش داير. فوالا يعني parmi les centres اللي واعرين وقال لك هما كيديروش الجل، كيديروا كو هاد لا ريزين. فوالا خصني الاشارات وما عرفتش. المهم دعواتكم للضفار ديالي بنات. فاغلبيه الناس قالوا لي لا ريزين الجور موان، ولكن الا بي يعني ماشي بحال لو جيل. ف من الاخر نجيكم المغرب في لي ديرني تروك تو سكي بوتي، سواء سون دو فيزاج او لا انجوري او لا ديسبا او لا فا. المغرب ارفع قبعتي باسكو فريمون 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 المغرب ساتشو. هنايا جو بونس فاش كتبي دير لو جيل يقدر يدير لك لو جيل وانت ما دايراش مانيكور بوندون 6 سنين. في المغرب لو موان شير يعني لو سونتر لو موان شير ديك الحوينه اللي كتصاوب ديك الضفار في الدوره يعني 1000 فوا ميو كو هنا. سا محداش لي الطبيب مقدرش يقنعني بشي حاجه اخرى باسكو ميم لي سونتر الواعرين كتلقاي انستغرام ولا لا و لي موديل حاطينهم ليكم، وهذا فاش كتمشي اون رياليتي كتلقاي ازاي. فانا جو تي اجير شابو المغاربه ولي سونتر بوتيت المغرب من طنجه حتى الكويره كاملين والله العظيم. من لي سوا من اش من كيبقاو يقترحوا عليك كتدخلي بغيتي ديري مانيكور تبقى صدقي دايره المانيكور والبيديكور وما عرفتش شنو. انا لا والو انا كحت النحت شتي تيست شتي تيست. عندهم لي كولور واعر، شوف هاد الصفر عندهم لي كولور واعر، شوفو عندهم لي كولور ودري ويشي نضره داكشي اللي تيخليني نضحك ونسكت. ورشحت لكم بحماس اكثر مي بالحق هذا الحماس ماشي ديال المغرب، هذا الحماس ديال الناس اللي كاينين في اسبانيا في برشلونه. جبت لكم هذه كان كلكم كتعرفوها لبنى غنيه عن التعريف، وان شاء الله تشرفت بيك ومرحبا بيك وكنتمنى لو ما خديتش نزيدو لي مفاجاه غادي نخلي مفاجاه ان شاء الله. انا غزاله والله مرحبا بك، نورتي برشلونه واسبانيا وكلشي كيبغيك ربي يخليك كلشي كيبغيها والله. اللي ما جا عندي واحد كليان قلت له مسوكاينه كلشي كيتبع ما شاء الله والله ربي يخليك. شرف ليا فوق ما شاء الله شرف ليا ربي يخليك. المهم الناس برشلونه انتظروا المفاجاه، ما كاين غير الفرع الفرعي مع الناس برشلونه. مرحبا بكم.